ايه يحكي معايا 2 دقائق كل يوم، يروح ويقول لي مشغول ما يقولش واش. إيه تروح انتي تاني شغلي ما تقوليش واش، انتي فارغه انتيا، ما عندك ما تديري في حياتك انتيا. قولي اسكو هذا اللي عندك فارغ، روحي عيشي حياتك، خدمي ظفارك، نحي ذاك المسطاش، روحي ديري الواكس لك عيلتك، نقيها، خدمي رجليك، ديري الفيرني لرجليك، نحي الفيرني، خدمي شعرك، ديري ماسك لوجهك. ما قلت ملي تنوضي وانتي دايره هكا للتليفون كتب ليش واش راك دير، واش كليت، واش رحت، خليه يعرف واش راكي ديري، خليه يخمم، اعطي له مجال يخمم فيك. ما كتبت ليش اليوم يا درا واش راهي دير، مش معويدها ما تكتب ليش، غريب والله. نعيط لها سقسيها اش راهي دير، نبعث لها ميساج. البنات غادي نرجع نسمن، راني حاستها كصباح الخير والله. انا كل مرتاح في عقلي مليح، راني راح نسمن، راني حاستها كصباح الخير. شوفوا اليوم عندي ما كليت وما زلني جيعانه. قالت كارولين عطينا دروس تعلمتهم في الحياة الزوجية باش ناخذوا فكرة عن النظافة الشخصية. أول حاجة، أول درس النظافة الشخصية البنات، ما تروحيش ترقدي مع راجلك وانتي ما كي غاسلة سنيك، ما كي منقية ودنيك، ما كي غاسلة تحت بيطانك، ما كي غاسلة كعبتك. النظافة الشخصية رقم واحد، ما دام الراجل ينفر منك مرة بسبب ريحة غادي ينفر منك طول الوقت. يبدأ يتمشى برا ويشوف طفلة يتفكر ريحتك. النظافة الشخصية ثم النظافة الشخصية ثم النظافة الشخصية، هذا واش نقول لك. أما الباقي شدي فمك. كنت شدي فمك كلش ينجح لك. انا وخطيبي متفاهمين الحمد لله، اعطيني الكونتاكت تاعه سقسيه اذا صح راكم متفاهمين، اعطيني ندير له امتحان صغير سقسي اسكو راكي تلميذه نجيبه ولا لا. لا انا نبغي نتعرف على الاهالي تاعكم. انا ولا مره سالتكم قلت لكم جيبوا لي الام ولا الاب، بصح الاخطيباء جيبوا لي الاخطيباء. انا باغي نتلاقى مع الخطاب تاعكم. شحال الساعة عندكم حبيبتي؟ راهي 2:13 دقيقة. ما زادش على القطار، كنت اعطيني الخطيب راحت. يخافوا على خطيباتهم. جولات ما عندي، انا باغيه التكبيس مانيش باغيه الجولات حبيبتي. قال لك كارولي كيفاش تعمري وقتك، نقرا بزاف كتب حبيبتي. انا وقتي نعمره غير قرايه، لا ماني نقرا في كتاب، راني قاعده نقرا في بي دي اف تليفون. انا القرايه هي اللي تفرغ لي مخي مليح مليح مليح، يعني الشخصيات اللي نبدا نخدم فيهم في مخيلتي، التفاصيل تاع الاحياء، التفاصيل تاع البيوت، التفاصيل على القصه اللي نقراها، كيفاش تعبني كيفاش نخدمها في عقلي. هكا كيفاش نعمر وقتي حبيبتي. واش قريتي في الجامعه حبيبتي؟ انا مانيش قاريه في الجامعه، انا قاريه في مدرسه الحياه.
قلت لك هو ينصحني في حوايج بزاف كيما على البنات والولاد، وكي نعاسرو يطيح لي ويسب، انا نروح ما نحكيش معاه ويقول لي في مصلحتك. كاين نوعيه تاع راجل، شوفي باش نقول لك انا ما نتقبلش، انا اذا ديت واحد جزائري ويسب اوكي، بصح باش يوصل يسب الوالدين ولا يسب بطريقه، ما انا شوف السبان حاجه مسخه في العلاقه، سواء في العلاقه في الشومبرا كاين الراجل اللي يحكم مرته يبغي يحكمها بالسبان. كاين اللي يدابز معاه يحكمها بالسبان، هي واحدة فيهم مليحة فقط، هي واحدة فيهم مليحة، أما ثانية باش كي تدابزي معاه ويسبك، لا أختي لا مش كمل هكا.